سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين والمتابعين، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأمن أمن الوطن. نتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأمتع الأوقات، فأهلا ومرحبا بالجميع. تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية. متابعة مستمرة وحثيثة توليها قيادة وزارة الداخلية اليمنية مع قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مع فروعها في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية المحررة في إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن لإثبات هويته وسهولة حصوله على الخدمات العامة في المصالح العامة والخاصة. تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، فبعد أن أصدرت وزارة الداخلية البطاقة الذكية بالرقم الوطني الموحد كخطوة هامة في توفير هوية رسمية للمواطنين اليمنيين، حيث لاقت هذه الخطوة ترحيباً واستحساناً كبيراً من قبل المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بهذه التطورات الجديدة والتي ستنعكس إيجابا في الكثير من معاملاتهم. ما توقعنا الإقبال وتقبل المواطنين خلال بدء العمل، كانت أرقام المتقدمين كبيرة، نشتغل لا ساعات تخرم الليل، لأن في بعدنا هو مركز واحد ويغطي محافظة كاملة. في البدايات يعني في صعوبات في اي عمل يعني بداياته، ولكن ان شاء الله تتحل كل الصعوبات وتكون في متناول يد البطاقة. هذا البطاقة هي فيها مواصفات عالمية، مواصفات مش محلية. يعني الان احنا بطاقتنا مثل بطاقة الدول المجاورة المتقدمة علينا كثير، بطاقة البيومترية يعني تعتمد على البصمة العشرية وبصمة الوجه، وهذا معترف هدوليا. تعتبر البطاقة تحولا هاما في توفير هوية رسمية للمواطنين، فهي تحتوي على معلومات شخصية مهمة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنسية، بالإضافة إلى الرقم الوطني الموحد الذي يعتبر معرفا فريدا لكل فرد. وتتميز هذه البطاقة بتقنيات تشفير متقدمة وتحقق ثنائي للهوية لضمان سرية المعلومات وتأمينها. الحمد لله العمل مستتب وعلى أكمل وجه، وإقبال عليها إقبال غير عادي، تمام، ونحن مستمرين في هذه العملية حسب النظام المعتاد. توفر البطاقة مجموعة واسعة من الفوائد والمزايا للمواطنين، فهي تسهل إجراءات التحقق من الهوية في العديد من المجالات، كما تسهل البطاقة استخدام التكنولوجيا الحديثة
مثل القارئات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإتمام المعاملات بسرعة وأمان. بالنسبة للبطاقة الإلكترونية تمثل شيء أساسي للمواطن بالمعاملات الخاصة. أنا كمواطن قمت ببعض المعاملات الخاصة بي تجاريا، فتوقفت المعاملة بسبب انتهاء البطاقة الشخصية، فجيت بالجواز، قالوا الجواز طبعا غير مجدي، فاضطريت أن أنا أحضر وأقطع بطاقة إلكترونية جديدة. تعتبر البطاقة وثيقة وهوية مهمة، حيث تم تصميمها بحرفية عالية وفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية للمعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة المصنوعة من مادة غير قابلة للتزوير أو الخدش، والمعززة بشريحة ذكية مخفية والقابلة للتحديث للبيانات دون الحاجة لاستبدال البطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسبة الإقبال للبطاقة الذكية بين قوسين الهوية الوطنية نسبة كبيرة جدا، إقبال المواطنين بشكل يومي على فرع المصلحة، تم إنجاز عدد بطائق ذكية 5736 ابتداء من تاريخ 10/12/2023 إلى يومنا هذا. كما نتمنى من الأخوة المواطنين بمشاركتنا بمكافحة الفساد وإبلاغنا عن أي تجاوزات أو ابتزاز يتعرضون له، فنحن هنا خدام لهم. والدولة التي ترغب بمواكبة أحداث التنمية يجب عليها أن تملك قاعدة بيانات معلوماتية تشمل معلومات وبيانات جميع المواطنين. في هذه الحالة تستطيع أن تستفيد من هذه القاعدة في تقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات، سواء على مستوى التسهيلات الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية والفوقية والبيانات المطلوبة من المواطنين في جميع الوحدات الإدارية والقطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة. فعندما نعيش نحن اليوم في عصر التبادل الرقمي، عصر المعلومة، فيأتي تدشين البطاقة الإلكترونية كواحدة من مطلوبات الحياة المعاصرة الملحة. يعد إطلاق البطاقة الذكية خطوة مهمة نحو تحقيق التقدم والتطور في مجال التكنولوجيا المعلومات وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام الحكومة اليمنية بتحسين حياة المواطنين وتوفير بيئة أكثر سهولة وأمان للمعلومات اليومية. سهلناها عليك ووفرناها بنظم أحدث وأمان أكثر. يمكنك الآن عزيز المواطن استخراج بطاقتك الذكية بكل يسر وسهولة من خلال زيارتك لموقع وزارة الداخلية اليمنية وتنزيل استمارة طلب الحصول على البطاقة الإلكترونية وطباعتها وتعبئة بياناتك الشخصية بوضوح، مع مراعاة عدم الكست أو التعديل فيها وإرفاق الوثائق الأصل ونسخ طبق الأصل منها للمطابقة. وقم بالذهاب إلى أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك وقدم أوراقك لمصادقتها عبر نافذة التحري لدى مركز الأحوال، ثم توجه إلى مدير المركز لاعتماد طلبك، ثم سيتم تحويل طلبك إلى صندوق لدفع الرسوم وسيتم منحك رقم المعاملة الخاص بك. بعد أخذك لرقم المعاملة توجه إلى نقاط إدخال البيانات حيث سيتم فيها إجراء عملية إدخال البيانات الشخصية، ثم أخذ البصمات العشرية وأخذ صورة شخصية، وبعد ذلك يتم أرشفة المستندات وتسجيلها في النظام، ويتم إجراء تصديق نهائي في المركز للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة الوثائق ومنحك موعد زمني لاستلام بطاقتك خلال أيام قليلة. هويتك الجديدة، خدمة أسهل، أمان أكثر، تقنية أحدث. دشنت قيادة شرطة محافظة تعز المرحلة الثانية من نظام التحكم المرئي في الحالمة مطلع الأسبوع، والذي سيسهم من الحد من انتشار الجرائم وضبط المطلوبين أمنية والمخلين بالنظام والقانون. الدشان العقيد عدنان السقاف مساعد مدير شرطة المحافظة لشؤون شرطة
والعقيد عصام محمود مدير شرطة الدورية الراجلة المرحلة 12 من مشاريع التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة، والتي تنفذها شرطة المحافظة بشراكة مجتمعية مع القطاع الخاص والمستفيدين من المجتمع بهدف حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. تأسست إدارة دوريات الشرطة الراجلة بموجب القرار الصادر من مدير عام الشرطة في 18 رمضان 2018، وبدأت مباشرة عملها بتنفيذ المهام في أول من يونيو 2019. ومنذ تلك الفترة سعت إدارة دورية الشرطة الراجلة جاهدة لتنفيذ خطتها الهادفة لرفع مستوى الأمن لمختلف القطاعات. وقد كانت السنوات الماضية المرحلة الأولى لإعداد الجاد الدؤوب كجانب أساسي وهام لمشروع نظام التحكم المرئي خلاله تحقيق الأهداف المرسومة لهذا النظام، سواء في مجال كشف الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديم الخدمات في الوقت المناسب للأمن العام. وتعمل شرطة محافظة تعز بالشراكة مع المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لتعميم تركيب كاميرا المراقبة في كل المحافظة للحد من وقوع الجريمة والتعرف على منفذ الجرائم والمطلوبين أمنيا بهدف حفظ الأمن والاستقرار. هذه كاميرات المراقبة تعتبر العين الساهرة إلى جانب الأمن، ونحن نشيد بهذا البرنامج، ونتمنى أن يتم نشر كاميرات المراقبة على مستوى جميع المحافظة. تبذل قيادة شرطة تعز ممثلة بالعميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة المحافظة كل الجهود والسبل لحفظ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة والمديريات المحررة لتأمين المواطنين وحفظ ممتلكاتهم والعمل على القضاء على الجريمة ومعاقبة مرتكبيها. والعمل بهذا المشروع يعد خطوة كبيرة في مساعدة رجال الشرطة على إيقاف الجرائم وكشف خيوطها والتعرف على مرتكبيها والقبض عليهم، والذي لاقى ارتياحا وتفاعلا كبيرا من قبل كافة شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية. أسهم قسم التحكم المرئي في شرطة محافظة تعز بالحد من انتشار الجريمة والتخفيف من الأحداث المرورية. استطاعت كاميرا المراقبة خلال هذا العام من قسم التحكم المرئي من تدشين عدد 3 مراحل إضافة إلى المراحل 8 السابقة في الأعوام الماضية، حيث غطيت بنسبة 85% إلى 87% من شوارع المدينة. أسهمت هذه الكاميرات بحد كبير من الحد من الجريمة بالقبض على المطلوب أمنيا، سرعة الكشف عن هوية الجناة. تعد كاميرا المراقبة بالوقت الحالي من أهم الوسائل الحديثة التي تساعد أجهزة الأمن على ضبط الجريمة. العمل بنظام التحكم المرئي الذي يغطي بحدود 87% من شوارع المدينة، والتي ساعدت رجال الشرطة في التعرف على كثير من مرتكبي الجرائم والقبض عليهم. لبرنامج أمن الوطن، يحيى العتواني، تعز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما معك؟ بضاعة. إيش من بضاعة؟ بضاعة للمحل. ما نعرف إحنا بضاعة للمحل هذا. يا الله خارجني. وهذه النقطة على ما قلت لك، ها افعل نفسك راقد. إذا أنا متحول خلاص من النقاط الأولى على طولها. أيوه. ولا سألك أينه؟ سيوه. سيوه. جنب جنب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وانت ما معك؟ أنا إيه؟
امس والله حاجه؟ لا حاجه. اطلع 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 سريع 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 اطلع. يا اخا نقطه نقطه قدامنا، انا عاد ارقد. قوم قوم قوم. مالك يا اخا النقطه؟ لا لا هذه ثانيه، انا عاد افهمك لحظه. ثانيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فندم؟ الحمد لله. حاضر. احنا معنا جريحانا قالوا في المستشفى العام، بس احنا أول مرة نجيها، ما احناش عارفين أنه المستشفى العام. ما انت عارف، يعني أوريك بالطريقة، أشرح لك الطريقة بتفهم ولا أجيب معك واحد من العسكري يوريك الطريق؟ والله الله يشوف يا فندم. لحظة أجيب لك واحد يوريك الطريق وأنا أشتكي. يا زميل. شوف هذا جاي من صنعاء مع واحد قريب من المستشفى العام يشتي يشوف الطريق. يا مالك؟ والله يا خال ما عاد انا فاهم كيف الخبر. ايش؟ يعني النقاط الاولى كان احنا بنخاف منهم وخايفين لا يسالونا قوي. وهذولا يعني زيد شلناهم احنا. وارسلوا معنا يعني حد يوصلنا الى المكان. كيف انا والله ما اعرف فهمت الحين. شوف يا بزي. هولاك ميليشيات. وهؤلاء جيش، هؤلاء عصابة، ولو لبسوا ميري والدعوة الوطنية عصابة، لكن هؤلاء رجال الأمن والداخلية، ولو حاربوهم ولو شوهوهم يظل هذا الجيش الوطن. هؤلاء مصدر للخوف، مصدر للرعب، مصدر للموت، وهؤلاء مصدر للأمن، هؤلاء مصدر الاستقرار، هؤلاء مصدر المستقبل. هؤلاء جاءوا بداعي الموت، حيا بداعي الموت، وأصبح الموت في اليمن من حين دخلوا ولا عاد توقفوا. عصابة ميليشيا، بينما هؤلاء الشهداء بدمائهم الزكية التي روت هذه الأرض ورفعت هذا العلم ستبقى بلونها الأحمر في أعلاه، وسيبقى اليمن وسيبقى اليمنيين وسيبقى هذا العلم مرفرف وما داموا موجودين هؤلاء يحموا اليمن واليمن. سكا أخي لو سمحت جنب شوية.
في ظل الكثافة السكانية الهائلة التي تشهدها محافظة مأرب، انتشرت مؤخرا في عاصمة المحافظة الحوادث المرورية نتيجة عدم الوعي الأمني لدى بعض سائقي المركبات والسيارات المختلفة التي تخلف أضرارا اقتصادية وبشرية. حوادث السير واحدة من معوقات التنمية التي تستنزف الأرواح والممتلكات في عموم مدن ومحافظات الجمهورية، وخصوصا في مدينة مأرب. فخلال العام المنصرم سجلت في مدينة مأرب أكثر من 1400 حادث أدت إلى مقتل ما يزيد عن 40 شخصا، أما الإصابات فقد وصلت إلى ما يقارب 400 إصابة، تنوعت بين البليغة والبسيطة في مدينة يتزايد سكانها وتتضاعف المركبات فيها كل عام. الذي حصل يا حبيبي أنت أني طالع من الخط هذا والأشارة اللي الرجال جاي مسرع من هنا، وصل دكمني وهو مسرع، لو ما دار الباص ودار هذا السيارة. أنا جاي من المجمع الإشارة 2 كان خضر لك، يعني قد يبقى تغلب عنده بقى تخذر عنده. وتصدرت إهمال السائقين والسرعات الزائدة قائمة الأسباب بنسبة كبيرة، يأتي بعدها أسباب أخرى كالخلل الفني وعدم إعطاء الأولوية وانفجار الإطارات. كل هذا خلف خسائر مادية تصل إلى ما يقارب 640 مليون ريال. هناك سبب أساسي وهو التهور، التهور في السرعة، التهور في ارتكاب مخالفة تؤدي إلى حادث كعكس الخط. فنرجو من الجميع السائقين الالتزام بالنظام وعدم التهور لا في سرعة ولا أيضا في ارتكاب مخالفة. مثل هذا المشهد يقابلك كثيرا في شوارع المدينة أو حتى داخل الأحياء السكنية، ويحاول رجال شرطة السير رغم إمكانياتهم المتواضعة مواجهة هذه المشكلة، ويرجع بعض الخبراء كثرة الحوادث المرورية في المحافظة إلى قلة خبرات السائقين وضعف شبكة الطرق وغياب الفحص الدوري والفني، فضلا عن إهمال السائقين وعدم اتباعهم أنظمة وقواعد السير والتقيد بها حتى تقيهم خطر الحوادث المرورية. بخصوص قواعد السير، بخصوص الحوادث المرورية، هذه آفة على الإنسان، وهذه الآفة تعود على الإنسان نفسه، والإنسان هو السبب الرئيسي فيها. فلهذا نتمنى من الأخوة قائدي المركبات أن يلتزموا بقواعد السير، حيث قواعد السير مهمة لأنها تحافظ على حياة البشر، حيث يكون فيه عدد وفيات كثير ومشاكل على المجتمع بأكمله. أما الإجراءات التي اتخذت إدارة شرطة السير تجاه الحوادث المرورية فقد تنوعت بين الصلح والتنازل ب 996 حالة، والإحالة للنيابة ب 92 حالة، ورهن التحقيق 160 حالة، وقيد التحري 54 حالة. نحن في إدارة شرطة السير الأماكن التي تتكرر فيها الحوادث المرورية نقوم بوضع عليها نقاط سوداء، ويتم دراسة ومعرفة أسباب الحوادث المرورية في هذه الأماكن، ويتم التواصل مع الجهات المختصة لحل بعض الإشكاليات التي تحصل في هذه الأماكن. وعلى سبيل المثال الدوار الشهيد الشتادي رحمة الله عليه كانت تتكرر فيها الحوادث المرورية بسبب ارتفاع الأشجار في خط صرواح، مما تؤدي إلى حجب الرؤية على أصحاب السيارات الذي قادمين من دوار الشهيد شعلان. وتم التواصل والتنسيق مع الأخوة في مكتب التحسين لمعالجة هذا الموضوع، وتم اقتصاص الأشجار بحيث أنها تكون على ارتفاع لا يحجب الرؤية على السائقين. وللتخفيف من الحوادث المرورية تسعى شرطة السير إلى تفعيل قانون المرور مثل تسجيل المخالفات، والذي سيحد من ذلك كإعداد خطة منتسبيها وتوزيعهم على التقاطعات والشوارع الرئيسية
لكن يبدو أن قلة الإمكانيات لدى هذه الأجهزة والارتفاع المضطرب للعدد السكاني في المدينة تحديات تحتاج لوقت وجهد كبير من أجل التغلب عليها، وليس تفعيل قانون المرور أو زيادة العاملين فيها ما يحد من هذه الظاهرة، وتعافي البنية التحتية للبلاد عمل مهم، وتزويد شرطة السير بالخبرات والتجهيزات اللازمة. نجاح أمني جديد وإنجاز حققته العيون الساهرة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تمثل ذلك من خلال القبض على عصابة إجرامية خطيرة كانت تقوم بسرقة السيارات. إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات أمن مديرية سيئون، والذي أثمره التعاون المستمر بين الشرطة والمواطنين، والذي تكلل بإلقاء القبض على متهم يقوم بسرقة محتويات من داخل سيارات وسط السوق العام، وذلك بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين يفيدون بوقوع سرقات في سياراتهم. وبعد التحقيقات اللازمة اعترف المتهم بقيامه بسرقة 11 سيارة في أوقات مختلفة عن طريق فتح أبواب السيارات باستخدام مفاتيح منحوتة يدويا وسرقة محتوياتها. تم في إدارة من سيئون تم تلقى عدة بلاغات عن سرقة مجموعة من السيارات أو بالأخص من داخل السيارة بعض الأغراض وكذلك بعض الأسلحة وبعض العملات من العملة الصعبة والعملة المحلية. والحمد لله بمتابعة مدير أمن إدارة أمن الوادي تم وضع خطة أمنية لمتابعة هذه المجموعة العصابة، وتم ضبطها من قبل أفراد البحث الجنائي والتحريات. تم تشكيل فرقة البحث والتحري عن هذا الشخص الذي يقوم بفتح وسرقة السيارات ويسرق أغراضها من داخل. تم ضبطه حوالي الساعة 7:30 صباحا من قبلنا، وتم التحقيق معه واعترافه بأول سرقة اللي في تاريخ 4/11 تقريبا، سرقة هيلوكس قام بفتحها بواسطة مفاتيح منحوتة يدويا. أولا بدأنا بالتطبع على الكاميرات وجمع المقاطع خاصة بواقعة السرقات الثمانية، واكتشفنا أن الشخص هو نفسه شخص واحد يقوم بهذه السرقات. ثم تبع الميداني والنزول والبحث والتحري في المكان الموقع تم عمل كمين، والحمد لله تم ضبطه. تأتي هذه الخطوة بعد تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة بلاغات المواطنين التي تلقتها إدارة شرطة مديرية سيئون، والتحرك السريع ومراقبة هذه البلاغات والتحقيق فيها، وتجهيز خطة محكمة للتصدي للمتهم والقبض عليه، حيث تم إيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لينال جزاه العادل. وبعد اسمه بعد الضبط شخص وجلوس مع التحقيق اكتشف عدة سرقات برضه منها سرقات لم تكن قد بلغ عليها المواطن وتم اكتشافها بعد اجراءات التحقيق، علما بان الشخص هذا يعني عنده سوابق فيها. ثم اكتشفنا بعد ذلك انه كان بسرقة 11 سيارة، تم استرجاع البعض منها بعض المسروقات والمبالغ المالية قد صرفها من قبله، تم استرجاع المسروقات الأخرى مثل البنادق والجوالات إلى أهلها. طبعا تبذل إدارة أمن سيئون جهد كبير في ضبط مثل هذه المواضيع والتعامل مع البلاغات الجنائية أي كان نوعها دون أي استثناء بكل جدية وحزم، وبعد توفيق من الله نتمكن من ضبط الجزء الأكبر من هذه البلاغات بجهد الشباب والرجال الشرطة والأمن.
تعمل إدارات الأمن في وادي حضرموت جاهدة لحفظ الأمن والنظام وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم في إطار جهودها لمكافحة الجريمة والحد من حوادث السرقة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والتعامل بحزم لاستعادة الأمان والثقة في المجتمع. وفي رافدتنا القانونية لحلقتنا في هذا الأسبوع نتعرف وإياكم إخوة المشاهدين والمتابعين عن قانون العقوبات الجرائم المخلة بسير العدالة. قانون العقوبات جرائم التزوير، تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية. أولاً، تزييف العملة، مادة 204، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو في دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها، ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكن مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها. أما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة. عدم قبول العملة، مادة 205، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزورة. ترويج عملة غير متداولة، مادة 206، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 1 سنة أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها وأعادها إلى التعامل أو أدخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى مطاف نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأمني أمن الوطن. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. تقبلوا خالص تحياتي وطاقم فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.